الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام لا شك أن أي إنسان صغيرا أم كان كبيرا غنيا كان أم فقيرا قويا كان أم ضعيفا لا يمكن له أن يحيا حياته إلا بفضل الرزق والكرم الذي يعطيه ويمنحه له سبحانه وتعالى وإن إدراك هذه الحقيقة والوعي بها ومعرفة قدرها وقيمتها وشكر صاحب هذه النعم والآلاء هو مقتضى وواجب لا غنى عنه للعبد المؤمن إن المؤمن يستشعر بامتنانه تجاه ربه بجميع كينونته ويترجم ذلك على لسانه ويظهره فيشكر بقلبه وبلسانه ويذكر ربه سبحانه وتعالى بالثناء عليه في كل لحظة كما عليه أن يشكر ببدنه فينأى بيده ولسانه وعينه وأذنه عن كل سوء وقبح ويستعمل كل جوارحه في خير الأعمال أيها المؤمنون الأفاضل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذا فإن المؤمن لا يستصغر أي خير ومعروف قدم له ولا يتنكر للجميل ولا يظهر الكبر ويكون سعيدا بشكره لكل من قدم له معروفا وفي مقدمتهم أمه وأبيه وزوجته وأبنائه أيها المسلمون الأعزاء إن ربنا سبحانه وتعالى هو الشكور فهو يكافئنا على ما نفعله من أعمال ذات فائدة وإنه تعالى يحب عباده ممن لا يتصرفون بطمع وجشع بل يتصفون بالقناعة ويرضون بالنعم وأنهي خطبتي بهذه الآية الكريمة والتي تبين هذه الحقيقة إذ يقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد